دي ايه؟ سمكة، سمكة في بحر عادي يعني، في اللي يشوفها يجري منها وفي اللي يشوفها يجري وراها. انما الشطرة شافت السمكة دي مطعم، والسمكة دي بقى هي واخواتها يتلموا في شبكة كبيرة ومعاهم اسماك كتير تانية، ويتحملوا بقى على العربيات وسط صناديق تلج، ويروحوا بقى في محافظات تانية، ويلفوا بقى مصر كلها على مطاعم وزباين وترابيزات، والناس تاكل تضحك تتصور، وزحمة وطوابير وفرع واثنين وتلاتة وعشرة، وأوردرات ودليفري وتعليب وتصدير وشغل على كبير. الشطرة شافت قيمة السمك، واحنا شفنا قيمة الشطرة. روح على بنك مصر وكبر مشروعك مع تمويل المشروعات بأبسط الشروط والإجراءات، وكمان هتستفيد بخدمات واستشارات غير مالية مجانا. تمويل مشروعك من بنك مصر وانت بشطارتك.